ما قد سوينا. ها؟ ما قد سويته. البيف فيها مضير؟ لا لا. ها. ليه ما فيها؟ ليه ما فيها مضير؟ ما فيها مضير. سؤال عندك. خلقة الله. حليبها ما يروق. كم يروق؟ ما مثل. ما يجلس زبد. إيه ما مثل. صح. طيب أنا حنا مثلا خليت الحين طال عمرك 13 وجاله تقريبا 5 ساعات. وصبيت الطاسة يبقى الدسم في الحليب. صدقت. طيب كيف ما جذبت؟ سؤال لك أنت يعني ما بل... ما عارف إيش ذا ولا كم زود الدسم فيها الدهون؟ نسبة الدهون عندها يمكن نسبة الدهون عندها عالية. تعال عندي بالعوني والله تجي. تعال الحين أصلا حاطين يمكنك خابر أنت في محل حليب. أخذ ردها يا ولد. محل وش؟ حليب للبل. حليب حليب للبل. وخذ ردها يا حسين. ها بنشد الكلام بالجبين. وش السالفة؟ ليه الحاشي لما تقلط تفصيلية ما تقلط رسامة؟ قوم يا سله سلت من عادات. لا صدق انت يعني ما تسال. اسالك اسالك عادي عادات غيرها. اقسم بالله انا عدلت هذا شوف طنك نادر صدق يا اخوي. ما كيف تقول راسه هربوز وانت نحره نحر ما انت هربوز يعني هذا حمد يلا هذا السبب. كمل كمل بس خربوش. خلنا نشوف محمد ابو محمد الكلام الجميل. نعم صادق صادق ابو نيه. وش هو انت نحره وجزر نص رقبته معه. ها ليش تحط رقبها انت؟ ولك طولتكم يا عجوز. ابو عويد سم الحاشي. وايه ليه لا قلطت في الصينيه ما تقلط رسامه؟ شاهد شاهد الحاشي سنامه وشاهد الخروف راسه. جايك جايك. شوف الرد وش قال. شاهد الحاشي سنامه وشاهد الخروف راسه. عاد اجيكم هذا الرد يعني. طيب والحليب يعني يا يقول لي ما تحبني البقر و الغنم المعزة كلها يجي منها من حليبها السمن ومضير والبل ليش لا البل ما به دهن سمن يقول ابو سعد ان يبقى لا منك خليت الحليب 4 ساعات 5 ساعات في الطاسة صب في طاسة ثانية تلقى الدسم تحت. ما ادري والله اكيد ابو دسم بس مو مثل دسم. لكن اليوم السعودية سوت شركة المنتجات حليب الخلفة عرفت؟ اتوقع فيه اتوقع شيء زي كذا يعني. بس والله ما ادري ايش السبب. ما ادري ما ادري ما اتوقع ما يجي ما يجي سمن. انت سالت السؤال هذا تجاوب له. انا اسال السؤال عشان تجاوب. لا انا اسال السؤال ابغى جواب خلاص الرجال جاوب. انت السؤال عندك معلومه يا ابو بلا. لا نستفيد من معلوماتك. خلاص رد ابو عندي معلومه عندي. ما عندي معلومه؟ رد ابو عويد اكتفي برد ابو عويد. والله سؤالك ترى ها حلو سؤال هادف هادف جدا بمحله صحيح وكلامك صحيح. الله الله في تعقيب استاذ حسين؟ ها لا لا ما. لا لا يمكن انا بنشدكم انا يا طول العمار شغلت مخي قبل 5 ايام وطلعت طلعت العيد ها طلعت باكتشاف ايوه ثاني ان الخيار انها من الفواكه وليس من الخضار. ان الخيار من الفواكه نعم غلط. طيب أنا بقول كيف أبرر كلامي هذا؟ برر. الخيار هو الوحيد اللي من الخضرة ما يطبخ ولا يقلى والفواكه كلها ما تطبخ ولا تقلى. هل في عصير من الخيار؟ إيه. وين؟ أنا زين. لا دائما الخلاف على الطماط. الخلاف دائما على الطماط يا. ها؟ دائما الخلاف على الطماط. الطماط يصنف من الفواكه. يا أخي الطماط يطبخ. يطبخ ويقلى ويشوى. طيب طيب. الخيار لا يطبخ لا ما يقلى بس يطبخ يشوى. يطبخ الخيار يقلى لا يشوى لا يوكل الا يشوى. خلاص هو من هو من الفواكه. الفواكه دقيقه يوكل على قولتك. دقيقه دقيقه كلها توكل فواكه والخضار. لا الفواكه ما توكل. ايش دقيقه الفواكه ما هي تطبخ ولا تقلى. توافقني اذا يعني يعني انا اتكلم كلام منطقي. الحين الفواكه كلها ما تطبخ ولا تقلى. حلو زين حلو. اكتشفت ان الخيار انه ايش؟ البرتقال يطبخ. ليش؟ اي والله كابلي كابلي عادي انا اطبخ الموز بس اقول لك عادي يا ولد انت كل شيء تسويه قلنا لك
دقيقة، أنت تطبخ البرتقال الحال، أنا أطبخ الموز الحال، بس أنا أقول كل مجتمع. دقيقة. أدق على شط الأطفال. لا لا. فلذلك إذا تكلمنا يعني بكلام منطقي الخيار من الفواكه. أنا كذا هذا الاكتشاف اللي طلع معي يوم شغلت مخي. والله ترى تفسيرك محله يعني. تفسيرك منطقي. لا صحيح. منطقي أنت تفسيرك. ها تدري إني اكتشفت اكتشاف ثاني. وش هو؟ إن الخيار نسمه خضار لأن لونه أخضر. تدري إني اكتشفت اكتشاف ثاني؟ البرتقال له سمى برتقال لأن لونه برتقالي. والموز؟ والموز لأن لونه موزي. لا أصفر. دقيقة إذا قلت مثلا إذا قلت لونها مو لونه مو موزي ما حد قالها ولا حد يسويها موزي استدلالا بالموز هم استدلالا باللون ايوه استدلالا بالموز انت لا اشكر منك لا صدق يا ابو عوي كلامك محله الخيار انا اشوف اللي سمى الخيار خيار انه ما عرف يسمي المفروض انه يسمى الحين ثوبك رمادي ليش رمادي؟ لان لونه رمادي طيب ليش؟ استدلالا بالرمادي وقف أيوة. الجرجير 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 من الخضار ولا من الفواكه؟ ها؟ الجرجير الجرجير من الورقيات من الورقيات يعني لا لا من الخضار لا من الفواكه نعم. من عائله ثانيه والله؟ ايه لا يعتبر من الخضره الورقيات تعتبر خضره من انه من عائله الورقيات لا لا يا ابو بنياف الورقيات تحت بند الخضره اكيد الله الله ها دقيقه انا زين شغلت طيب وقف ليش ما يطبخ نعم؟ لان في تشغيل تطبخ ليش ما يطبخ؟ ايش هو؟ الجرجير ليش ما يطبخ؟ يطبخ مع الله تطبخ مع ايش؟ اه اطبخ يطبخ يحمس ويطبخ اسوي منه عصير من عندك اي؟ لا صدق انا اكلمك عن نكسس جواب اعطيك انا اكلمك عن نكسس صراحه ايش تقول بعد؟ دق على شرطة صوتك اقول لك الخيار اكتشفنا يا ابو مغرم انها من الفواكه وليس من الخضار طيب عادي كيف عادي؟ عادي شوفها عادي بالعكس صح ولا؟ يعني انت اسمك صقر ايوه اوكي بغى يجيب لك مثال حي صح بس 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 خل ماك في سمك ما انت مصقر صدق اللون انا انشاء الكاب ماخذ من درجي نعم صح شو اسمه